من اروع وارقى واحسن الوصفات ديال الشعر البنات، اي وحده عندها مشكل ديال تساقط الشعر، اي وحده معقده من شعرها ما كيطوالش، اي وحده عندها مشكل كتجي تمشط شعرها وكتلقاه كيطيح بواحد الوتيره وبواحد الكميه اللي كبيره بزاف، فهذه هي احسن وصفه واحسن محلول بدون غسل البنات اللي غادي يهنيك من تساقط الشعر. شعرك غادي يرجع كيحمق كيهبل، اللي دزتي من حداه غادي يقولك شنو هو السر، شنو هو السر اختي ديال طول الشعر ديالك، شنو هو السر ديال ديك الريحه الغزاله اللي في شعرك، شنو هو السر ديال القوه ديال الشعر ديالك. خطيره هاد الوصفه يا البنات، جربتها مرارا وتكرارا واعره حمقاتني وقلت والو نبارطاجيها معكم. من احسن الوصفات لتطويل الشعر وعلاج فراغات الشعر البنات هي هاد الوصفه هادي. من احسن الوصفات اللي جبت لكم اليوم البنات هي هاد الوصفه، وصفه كتعالج لنا الشعر من التساقط. من احسن المكونات اللي غادي نبارطاجي معكم هي ورق السدر، اولا هو ورق السدر اللي مذكور في القران البنات. ورق السدر عنده بزاف ديال الفوائد على الشعر، كيطول لنا الشعر وكيعالج لنا الفراغات. كما كتشوفوا البنات راه كاين عند العطار، انا كنجيبو من العروبيه صراحه، كنجيبو هكا وريقات كنلقطو بيدي وريقات وكنجيبو، ولكن كاين عند العطار. ورق السدر من احسن المكونات. بالنسبه للثاني مكون اختكم راه عندها عطار في الدار، ندير داكشي من البلاستيكه، عندي الخزامه. الخزامه مطهره، كتقتل لينا البكتيريا سواء في الجلد ديال الراس ديالنا اولا في المناطق الحساسه، وغادي نهضر عليها في لا فيديو. كندير حتى هي كندير منها معلقه كبيره. الخزامه وورق السدر من احسن المكونات اللي ممكن تعالجي بهم مشاكل الشعر، كيطولوا الشعر. الخزامه كتخلي الريحه واعره في الشعر. ثالث مكون اللي هو القهوه العاديه العربيه اللي كنطبخو وكنشربوها البنات. بالنسبه للقهوه كتعطي اللون وكتعطي الريحه، بالحق الا ما بغيتيش تستعمليها ما تستعمليهاش، انا كتعجبني الريحه ديالها. كما كتشوفوا كنحاول انني نلحس ديك المعلقه، كما كتشوفوا تقريبا معلقه صغيره كديري، بالحق الا ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش البنات، يعني انا كنقولها في لا فيديو. صافي كنزيد الماء، كاس كبير ديال الماء، كنطبخ شي شويه هاد المكونات حتى كنحصل على واحد المحلول اللون ديالو يعني في المارو، ومن بعد غادي ننتقلوا باش نوريكم طريقه الاستعمال ونهضر لكم على هاد المكونات كاملين. خليوا لختكم فاطمه الزهراء لايك وبارطاجيو لا فيديو. الريسيونات ديالي قولوا لي كي جاتكم الوصفه، اي قولوا لي في لي كومونتير، ربي الا ما قولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم. يعني المكونات الوصفه مكونات واعرين بزاف بزاف، وراني هضرت عليهم وعطيتكم يعني عطيتكم اليوم شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي واعره، حتى وحده ما تفلى عليكم، حتى وحده ما تكذب عليكم، حتى وحده ما شوفوا ما تبقاوش ديروا غير اللي قال لكم شي حاجه ديروها، اللي قال لكم شي حاجه ديروها، لا خاصكم ديروا داكشي اللي نتوما اقتنعتوا به. شفتي واحد الوصفه اقتنعتي بالمكونات ديالها، نوضي ديريهم وعينك مغمضين. انا اليوم كنبارطاجي معاك شي حاجه اللي غزاله بزاف، ما تخيلوش ان ريحه شعري دابا 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 ريحه شعري راه الريحه كتهبل، ريحه كتهبل البنات، وانتم عارفين الخزامه شي حاجه اللي واعره، واحد المكون اللي مطهر غزال ريحته زوينه، يعني شي حاجه اللي طوب. القهوه كذلك البنات راكم عارفين الريحه ديالها كيفاش كتبقى، كيكون واحد الميلونج البنات باش بلا ما نكذب عليكم، هاد الوصفه هادي فيها واحد الميلونج ما بين ريحه القهوه والريحه ديال الخزامه. وما نهضروش على ورق السدر البنات اللي مذكور في القران، من احسن واحسن 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 واقوى مكون في العالم اللي كيطول لنا الشعر وكيملا الفراغات البنات وكيعالج لنا الزغبه بدون كذب البنات، بدون كذب. سولوا عليه ورق السدر، سولوا عليها البنات، راه من احسن المكونات اللي ممكن تاخديه بوحدو بوحدو، قسما بالله الا خدي ورق السدر بوحدو واستعمليه بوحدو وتفكريني وتفكريني والله العظيم البنات الى بدون قسم، يعني بلا ما نبقاو نحلفوا ونحلفوا ونحلفوا ونحلف يعني على شي حاجه اللي اصلا هي مذكوره في القران. راه حتى شي وحده دابا ما تجي تقول لي لا 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 فاطمه الزهراء لا هضرتك، لا لا اختي انا اللي غادي نقول لك لا، بالعكس ورق السدر من احسن المكونات اللي كنقول لك اللي كاينه في العالم، اللي كاينه في العالم من احسن المكونات اللي ممكن ديريهم للشعر ديالك وكيطوال كيطوال ما شاء الله، وكيخلف وكينبت
يعني الا عندك دوك الفراغات، ما عندكش الخلفه، الشعر ديالك ما يعني ما فيش واحد الكثافه وما فيش واحد القوه، ما تخيلوش انا شعري راني هالكه بشي حاجه سميتها الصباغه كيماويه، ولكن واخا هالكه غالباه بالمكونات الطبيعيه، مخليه الشعر ديالي ما يتاذاش. واخا كتلاحظوا انه كيكون شويه ناشف، كيكون شويه يعني كيبان انه شي شويه يعني مهلوب، مي انا اهم حاجه عندي هي انه الفروه البنات، الفروه ديال الراس خصها تكون بحال هكا، الزغبه حدا الزغبه، الزغبه حدا الزغبه، يعني كيفاش نقول لكم، وكل حيت حنا الراس ديالنا فيه مسامات، كل ثقبه كل مسامات خص يكونوا فيها 3 4 الزغبات، ما تكونش غير زغبه واحده، فما شاء الله يعني واحد الكثافه، وشوفوا الفوليوم ديال الشعر كيفاش كيبقى ما شاء الله البنات، شي حاجه لي طوب. كما كتشوفوا هذه كنكون انا دايره في الثلاجه، هذه كذلك في الثلاجه، مي هذه كيسهل عليا انه نرش في شعري، ملي كيكمل كناخذ من القرعه، شي حاجه لي طوب، وممكن تخبيها وممكن ما تغسليش، وصفه بدون غسل، فقط كترشي على، دابا انا شعري نقي وكل شيء، كترشي على الفروه ديال الراس ديالك، هانتوما البنات بحال هكا، وكديري واحد الماساج، نفس العمليه اللي كيف ما كنبارطاجيها معكم دائما، يعني كترشي عرفتي الريحه البنات، راه الريحه راه كتحمق، راه كتحمق شي حاجه اللي كتحمق الخزامه، انا كنموت على الخزامه، خدي الخزامه اختي تبخيها ولا غير كبي عليها غير المطايب، وخليها حتى تطلق وبقاي توضي بها، مطهر خطير، مطهر خطير للشعر، المناطق الحساسه، يعني الا عندك بكتيريا او لا عندك حكه، يعني مازال هذا الموضوع بوحدو انا غادي نبارطاجي معكم، يعني الا عندك الحكه بلا ما تاخدي شي حاجه من الفرماسيه، فقط الخزامه كتعالج ما شاء الله، كتخلي ريحه زوينه، الا عندك الريحه في المسالك البوليه، يعني انا خرجت كاع على الشعر، الا عندك الريحه في المسالك البوليه خدي غير الخزامه تبخيها، وحاولي انك توضي بها، دفيها بشويه وحاولي انك توضي بها، بحال هكا ملي كتكون فيك العاده الشهريه، حاولي انك تاخدي الخزامه وتسخنيها شي شويه هكا في المقله، وديريها في الفوطه ديالك، وحاولي ديريها من التحت، راه من احسن المكونات اللي ممكن انك تستعمليهم عينك مغمضين، سواء في الشعر يعني في المناطق الحساسه، يعني تمسحي بها لابو ديالك، راه واعره بزاف البنات، واعره والله الا واعره البنات، كنبارطاجي معاكم دائما شي حاجه لي طوب، ولكن ما كنلقاش دعم وما كنلقاش البارطاج، البارطاج مهم البنات، بارطاجي ماشي على قبلي، راه ماشي على قبلي، على قبل بزاف البنات اللي كيعانيو من المشاكل، بارطاجيو البنات، راه لا ما فاتكش انت الوصفه غتفيد وحده اخرى اللي كتعاني من بزاف المشاكل، فريمون وصفه اللي كتخلي لك الخلفه ما شاء الله، يعني كتخلي في الشعر كيطوال كيرطاب كيقوى، كتعالجي التساقط، يعني الشعر ديالك يعني كيولي شعر بهذا المفهوم، ما كيبقاش ميني شعر، لا كيولي شعر نيت، سواء كان مصبوغ ولا ما مصبوغ، استعملي الوصفه اختي وعينك مغمضين، داوميها، رشي على شعرك كل نهار، داومي الوصفه، داوميها، ديريها لبناتك الا كانوا صغار، الا كان الشعر ديالهم يعني الشعر ديالهم ما كيخلفش ما كيطوالش، الشعر ديالهم خفيف، ديري لهم هذه الوصفه وعينك ها مغمضين. المهم تهلاو في ريوسكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف، بوسه كبيره، سلامه.